برضه نسأل ليه ليه اتدمرت. خليني اسالك برضه السؤال اللي هو حل لكل الحاجات دي، هل احنا عندنا يعني فكره التقرير الفني لاي حادثه؟ ما هو ده برضه بيهم اي وزير يقعد طبعا في المكان. طبعا طبعا هل طبعا ده ضمن المهام طبعا موجود ولا مش موجود؟ طبعا طبعا هو في لجان بتتشكل، وفي نيابه عامه، وفي سكه الحديد، وفي ممكن انتداب من كليات الهندسه، ممكن ده موجود، ولازم ده بيطلع في شفافيه عشان نشوف المشكله فين. ما عادش زي زمان على فكره قصه ان العامل المزلقان هو اللي يشيل الشيله، ما عادش الكلام ده لحد الحادثه اللي فاتت. لا لا ما عادش الكلام ده يا استاذه. الوقت في راي ربنا عام، وفي ناس في راي عام بك، وفي ناس عينها علينا، وفي جهات بتراقب، وفي لا لا في الموضوع مش سهل. وعلى فكره المشكله حتى ان احنا لو هنقول وزير يمشي او رئيس هيئه السكه الحديد يمشي، مش برضه مش دي المشكله على فكره. انت حتى لو الوزير مشي ورئيس هيئه السكه الحديد مشي وجه حد تاني على نفس المنظومه، بابا طب خلينا نسألك سؤال.